حبيبي، رغم ان الجو فيه غبرة ترابية غطت على قرص الشمس وهي بتغرب، بس اكيد الشمس بكرة هترجع تسطع وتهدى العاصفة ويختفي الغبار ده كله. ان شاء الله هسيبك دلوقتي، بس سيبجوا سيبولي حتة من الكيكة في دي، ما اقدرش اوعدك. انت وحظك بقى، انت احلى حظ في حياتي يا اغلى ليالي. قفلت ليالي التليفون واتنهدت وهي بتبتسم. وفي المستشفى في مكتب جواد اللي مسك تليفونه وكان هيكلم إلاف، إلا إن الباب خبط وإلاف دخلت وجواد وقف وقال: كنت لسه هتصل عليك يا دكتورة عشان معاد الزفاف جرب. بصراحة أنا اتأخرت، بس كنت بتابع حالة مريض مسؤول عنها. تمام، خلينا نتحرك عشان تلحقي تشوف الزفة من أولها، كمان في صوان خاص بالحريم لوحدهم. حست إلاف بالحرج وقالت: طب وأنا هدخل في وسط الحريم إزاي؟ وبأي صفة؟ أنا كنت مفكرة أن الزفاف هيبقى في صوان في الشارع وممكن أقعد في أي زاوية أتفرج على مظاهر الزفاف. لا، في صوان خاص بالحريم، وما تخافيش محدش في الوقت ده هيبقى فاضي، بيركزوا في العروسة وبس. متأكد؟ على العموم هي مسألة ساعتين بالكتير. وكمان وحشني عم بليغ، بقالي كم يوم ما شفتهوش، حتى لما اتصلت عليه قال لي أنه كان مشغول، بس ما كنتش أعرف أن السبب هو زفاف أخوك. حس جواد بالغيرة من بليغ لكن أخفاها وقال: تمام اتفضلي، خلينا نلحق الزفاف من أوله. مشيت إلاف مع جواد لغاية ما خرجوا من المستشفى، ومن بعيد كان ناصف بيراقبهم وقال: الخطة ماشية تمام، فاضل بس تكة صغيرة وفي الآخر جواد مش بس هيتغصب يستجيل من إدارة المستشفى، لا هيستجيل من الطب كله. مش فاهم قصدك إيه؟ إيه اللي في دماغك؟ اللي في دماغي هو الدكتورة إلاف، لازم نجذبها معانا تشتغل في المستشفى الجديدة بأي شكل، بعدها هيبقى سهل كل شيء. وقف جواد بالعربية بعد ما وصل لمكان الفرح، ابتسمت إلاف وقالت: المكان هنا زحمة قوي كده ليه؟ كل الناس دي البلد كلها موجودة هنا، وبتقول ان الفرح بسيط؟ فعلا المظاهر دي بسيطة لما يكون الزفاف ده لجواد الأشرف. شافت إلاف بليغ من بعيد، نزلت بسرعة من العربية وجريت وسط الزحام. أما جواد فكان حاسس بالضيق ونزل هو كمان وهو حاسس بالغيرة. وقفت تتكلم مع بليغ وجواد جه من وراها وقال: هتفضلي واقفة هنا في الزحمة ولا هتدخلي صوان الستات؟ رد بليغ بالنيابة عنها وقال: لا طبعا هتدخل صوان الستات، هنا زحمة جوي. فعلا هنا زحمة، وكمان العروسة خلاص وصلت. بس ايه؟ بصراحة انا معرفش حد، بس ممكن اقعد جنب العروسة لوحدي، بس هدخل ازاي؟ لا، دخولك للصوان امر سهل. مسك جواد تليفونه واتصل على حد يجي ياخد إلاف. إلاف بصت لبليغ وقالت: هشوفك تاني قبل ما امشي من الفرح. جت محاسن وجواد قال: اها وصلت خالتي محاسن، وهي اللي هتدخلك لصوان الستات. بصت محاسن لجواد وهي بتحضن إلاف وبتسلم عليها وقالت: حلوة دي الدكتورة اللي كلمتيني عنها يا جواد. خالتي محاسن دايما تحب تهزر. ايوه انا بحب اهزر، بس انت فعلا جميلة وشكلك كده صغيرة وتدخل القلب. أني بقى خالتك محاسن، أبقى خالت الدكتور جواد، أني اللي مربيه هو وخواته. وهقول لك الصراحة، هما بيحبوني أكتر من يسرية. يسرية دي بقى تبقى أختي الكبيرة، هي كانت تخلف وأني ربي، بس جواد ده ليه معزة خاصة في قلبي. تعرفي لو عندي بنتة ما كنتش فردت فيه وجوزتها له غصب عني. خالتي محاسن هتاخدك تدخلك لصوان الستات. ابتسمت محاسن وقربت من جواد وقالت بهمس: دي طلعت أحلى مما وصفتها لي، حظك حلو، بس ربنا يكون في عون يسرية، ولادها التنين هيجيبولها بالتن من البندر. ادعي بس انت بقلبك، هدعيلك. يلا يا دكتورة خلينا ندخل للصوان بتاع النسوان، هتنبسط جوي. وفي منزل القدوسي دخل محمود للأوضة واستغرب لما شاف صفية واقفة قدام المراية بتلف الطرحة وقال: لابسك ده ورايحة فين؟ يعني هكون رايحة فين؟ رايحة فرح المحروسة بنت أختك، ولا عاوزني ما احضرش واسيب اهل البلد يتحدتوا ويفتكروا اني زعلانه عشان جواد ما خدش بيتي وفضل الغريبه عنيها؟ صحيح قلبي محروق، بس لازم انا ابتسم، بيتي غاليه ولو ما حضرتش الدخله حديث النسوين هيكون عليها وعليا، حضوري هيكتم خشمهم. اجله هرفع بشان بيتي ان جواد ولا هممنا وهو الخسران. الحديد ده فارغ واللي يتحدث فيه اهل البلد ما يهمنيش، لكن بيتي اللي سابحه في ملكوت تاني دي محتاجه اللي يفضل جارها. ما هو عشان خاطر بيتي لازم نحضر عشان ما حدش يعرف انها بسبب جواد بقالها يومين مش جاريه بالدنيا حواليها ويشتموا ويتشفوا فيها. حضوري هيخرس كل الالسنه، واولهم محاسن اختي يسريه اللي داخله خارجه تزغرط. ربنا لما حرمها من الخلفه كان عالم بسواد قلبها، هي بتعمل كده غصفيا. وبيتي اللي ما كانتش بتطجني ولا انا ولا مسك، ويمكن هي كمان السبب.
في إن حفصة تفسخ خطوبتها من أمجد. أكيد لعبت براسها، بس أنا مش هسيب لها فرصة. هي لسه مش قادرة تستوعب إنك فضلتني عليها زمان وتجوزتني أنا صفية بنت الأشرف. دي أوهام لسه عايشة في دماغك. على العموم براحتك، بس بنتك أولى بوجودك جارها عن مظاهر وحديث الناس الفارغ. هأني نازل، لازم أكون جربوي ديلوك. محمود نفخ بضيق وخرج، وصفية طلعت الإزازة الصغيرة اللي أخدتها من غوايش وقالت بوعيد: عندي يقين إن أبوك هو اللي لعب براس جويد، هو شغل عقله ببت مسك، ومش بعيد يكون هو اللي طلب منه يتجوزها، عاوزها تبقى جاره هنا. كبر وخرف، هو قلبه رج بعد سنين لدلعه قلبه. بيته اللي زمان بعت شرفه وفضلت ترحل وتعيش مع غيره، بس وحاجة حرقت قلبي على بيتي ووجع قلب بيتي اللي تسببته فيه. لندمكم كلياتكم. مساء الخير على عريس الليلة اللي عندي يقين ان مستنيه اعصار. لما العروسة تتفاجئ بمين جويد الاشرف العريس قدامها، يعني لازم تفكرني ما كانتش خدمة اللي احتجتها منك، وبسببها اضطريت اعترف لك بالسر اللي العروسة ما تعرفهوش. انا اعتبر خالفت ضمير المهني كمدير للمستشفى بسبب الفحص الطبي اللي بيحصل قبل كتب الكتاب. خلصت لك اوراق الفحص بدون حضور العروسة والعريس، فكان لازم اعرف عدم حضور العروسة. مش يمكن تكون مغصوبة على جواز مثلا؟ لا مش مغصوبة مثلا، دي مغصوبة اكيد. وكفاية هزار بقى في الموضوع ده، انا بحاول اشغل عقلي باي شيء تاني عشان عندي شبه يقين برد فعل سلوان وقت ما تتفاجئ بيا وانا وهي مكفول علينا اوضة واحدة. عشان تحرم تكذب، ناسي ماما كانت تقول لنا ايه واحنا صغيرين؟ الكذب ملوش رجلين ومسيره بينكشف. ما قلت لك دي كانت زلت لسان في البدايه، وما كنتش متوقع الامر هيتطور. كانت زلت لسان في البدايه، بس ليه بعد كده قبل كتب الكتاب ما اعترفتش بحقيقه اسمك ليها وسبت حريه الاختيار ليها؟ فكرت في كده فعلا، كنت هعترف ليها بس اترجعت على اخر لحظه. والسبب هي لما قالت لي ان مامتها كانت هتتجوز من شخص هنيه في اللوكسور، بس ما حصلش نصيب. رغم كده فضل الشخص ده فتره طويله بعد جواز مامتها يطاردها هي وباباها، وكان هيتسبب في فصله من شغله لغايه لما باباها جاله عقد عمل بتخصصه في شركه في الامارات بمرتب كبير، وسافروا كلتهم للامارات. هو صحيح رب ضره النافعه، هو بدل ما يضرهم نفعهم وقتها بالسفر، بس طبعا الشخص ده ساب فكره سيئه عنه في دماغ سلوان. هي ما تعرفش هو اسمه ايه بالتحديد، بس قالت انها فاكرة اسم عيلته لانه من قرية اللي مامتها منها الاشرف. طبعا انت عارف مين الشخص المقصود. ولما فكرت اني لو قلت لسلوان على اسمي وعرفت اني من عيلة الاشرف، تلقائي منها هتغير معاملتها معاي، ومش بعيد تقطع علاقتها وفقد ثقتها فيا. هي كمان قالت لي انهم عاشوا فترة صعبة ماديا قبل سفر باباها للامارات، انها كانت في سنة اولى ابتدائي، حتى مصاريف مدرستها باباها استلفها من اخته وقتها رغم انها كانت مدرسه حكومي، يعني مصاريفها ما كانتش مبالغ فيها. طبعا انت عارف مين الشخص اللي تقصده سلوان. طبعا عمك صالح، سره باتع وبيتنفس شر. بس احب اقول لك هي دلوق كمان هتفقد ثقتها فيك لما تعرف انك جويد صلاح الاشرف، وان الشخص اللي كان بيحارب باباها يبقى عمك المبجل. اعطاهم دخول زاهر وهم استغربوا من وجوده، واتكلم زاهر وقال: مالكم مستغربين وجودي ليه؟ ناسين ان ابقى زاهر ابن عمك واننا كنا بناكل في صحن واحد ومتربيين سوا، يعني نعتبر اخوات، ولا انتم ليكم رأي تاني؟ لا ما نسيناش يا زاهر اننا اخوات، زي جدك ما كان بيقول لينا، بس انت اللي كنت شردت شوية. حس زاهر بالندم وقال: فعلا كنت شردت، بس اهو رجعت تاني، وكمان عندي لكم مفاجأة. انا قررت انافس جويد. مش فاهم قصدك، تنافسني في ايه؟ انا استرديت ارض امي من تحت يد ابوي، وقررت ابدا لوحدي بعيد عن ابوي وفلوسه في حته ارض من اللي ورثتها من امي، دخلت خلاص كردون مباني وقريبه من سكه رئيسيه بالبلد، ومكانها مناسب لانشاء مصنع صغير للفخار. وخلاص تقريبا كده خلصت الاجراءات اللازمه وهبدا انشاء مصنع صغير على جدي. كمان اجرت جاليري في منطقه قريبه من المعبد وبدا يشتغل كويس، وكمان أجرت مخزن في مكان قريب من الجاليري هخزن فيه البضاعة، بس كنت طالب مساعدة منك يا جويد. وإيه هي المساعدة دي بقى؟ محتاج بضاعة. أنا صحيح فتحت الجاليري، بصراحة في البداية ما كنتش عاوز أطلب من أي حد من عيلة الأشرف مساعدة عشان ما يفكرش إني بستغل صلة القرابة، وبدأت أتعامل مع تجار خزف وفخار، يمكن هم نفسهم بيشتروا من مصانع الأشرف، عشان كنت مفكر إن ممكن يتقالي إني بستغل القرابة. بطل عبط، اكيد محدش كان هيفكر في كده، وانا عارف كل اللي قلت عليه، وانبسطت انك بدأت تفوق لنفسك وتشتغل. وفي تجار فعلا سألوني عنك
وقلت لهم انك مش بس انت ورثت اسماعيلة الاشرف، انك كمان ورثت سر صنع جدي، وبتفهم كويس وبتتقن صناعة الفخار. فاكر جدي زمان كان يقول زاهر احسن واحد بيفهم في صناعة الفخار، بس هو اللي مش مركز وعاوز يبعد عن السرب. بس في الاخر ها انت جربت للسرب، واني اللي اخترت الطب وطرت بعيد. بس اوعوا تتغروا عليا انتم الاتنين، هاني كمان بفهم في صناعة الفخار واقدر بسهولة جدا انافسكم، بس انا سايبكم تاكلوا معيش. في نفس الوقت دخل صلاح وهاجم، واتكلم صلاح وقال بتضحكوا على ايه يا شباب، ضحكونا معاكم. بص يا بابا، بصفة الشخص الوحيد اللي اختار الطب في عيلة الاشرف وبجد دكتور يعني على جد حالي، فانا مش همانع ابدا ولا هعترض ان حضرتك تغير لي عربيتي بعربية موديل عربية جويد، اعتبر العربية دي زكاة اموالك. هو في دكتور في مصر على جد حاله؟ ايوه يا عمي، الدكتور جواد الاشرف، اصله على صلة وثيقة بسامية. ومين سامية دي بقى؟ جواد قصده ان جواد واخد الطب رسالة سامية، مش واخدها كنوع من الوجاهة والتربح من وراها. فعلا الطب رسالة سامية، بس معظم الاطباء حولوها لتجارة. وداخل صوان العروسة حست حفصة بالضيق من اهتمام الجميع بالعروسة ومدحوهم بجمالها. وقفت وخرجت من الصوان تشم نفسها، ولكنها اتخبطت في واحد من الأشخاص اللي واقف وقال متأسف بصراحة أنا ما أخدتش بالي، لأني بدور على باب الخروج من البيت وقدامي كذا باب ومش عارف أخرج من أنهي واحد فيهم، وخايف أخرج من باب غلط بدل ما يوصلني لصوان الرجال هألاقي نفسي في وسط الحريم. البيت كبير وليه كذا باب، بس الباب اللي هناك ده الباب الرئيسي، وقدامه على طول باب الدار الخارجي اللي هتلاقي قدامه مباشرة صوان الرجالة. متشكر جدا ومتأسف مرة تانية، قطعها صوت أمجد اللي كان جاي ينادي عليها إلا إنها اتجهلته وطلعت لأوضتها. وعند صفية اللي كانت بتتسحب وبتتلفت حواليها بتتأكد إن مفيش حد شايفها، وهي طلع على السلم رايحة لجناح جويد، ولما اتأكدت إن مفيش حد شافها طلعت الإزازة من شنطتها وبدأت ترش منها على الأرض، ولكن الريحة كانت نفاذة وخافت تكون على هدومها. طلعت إزازة برفيوم ورشت منها شوية عليها ورجعتها تاني الشنطة ونزلت تاني تتسحب زي ما طلعت.